قبل كده. الراس دي هي اللي بتخش هنا والحته اللي تحت دي هي اللي بتخش هنا. بالعكس يبقى احنا كده عرفنا شكل الفيلم من الفيلم. طيب ميديان من الاسفل تاني. الراس دي بقى هتخش بجوزها ولا تخش بقفاها؟ بجوزها. يبقى لازم الراس دي تتجه ايه؟ الميديان. يبقى انا عندي الميديان سايد هي الناحيه اللي فيها الفتح. الحاجه الثانيه برضو فيها الميديان سايد. لما نيجي نبص على اللور اند انهي جزء بروجكتنج اكتر؟ انهي جزء باين اكتر؟ ده ولا ده؟ ده فين ده؟ ده تحسه عند الصباع الصغير. امشي مع الصباع الصغير كده تحس ان الحته دي بارزه اكتر من ناحيه الثانيه. يبقى الجزء الميديان ده من ناحيه الليتل ده بيبقى جزء بروجكتنج على الناحيه الثانيه. فكل اللي هتعمله انك تشف الاضلاع على نفسك. يعني هشوف الحته اللي هي البارزه دي على الصباع الصغير في انهي ناحيه؟ تمام؟ الكونديشن الثالث بقى او التيرم الثالث المفروض تبقى عارفه. من قدام هنا في فصتين شالو يعني مش عميقين قوي، لكن ورا في فصه واحده كبيره، في واحده ديبر شويه، ديبر فصه. فدي تستوي البوستيريور، دي بتبقى بوستيريور، دي بتعرفني ان انا في الضهر مش في الوش. يبقى لما دي في الضهر يبقى انا المفروض ابقى شايفها ولا اخبيها؟ لا اخبيها بالظبط، لازم ابقى اخبيها كده. لو شفتها انا كده عكستها، يعني كده صح مش كده؟ ولا لازم؟ اللي هي كده مش هتنفع انها تكون ايه؟ رايت ده، انا دي برضه رايت ايه؟ رايت ده، ما تجيش بقى متحام بقى تعمل لي كده، والله اللي واقف. ابلايد بقى اللي هو بتوع اللي هي كلها بتاعت الرمل الطبيه دي اللي هي بتاعت التمريض دي، بياخدوا الابر واللور سوا. ففي واحده زي دي اسمها فيمل اللي هي يعني حجم كبير. تلاقيه جاي دي بقى وبيعمل كده. والثانيه بيعكسها وبيعمل كده. الحمد لله ان احنا مش هنشوف المناظر دي، ده اكبر بس الحمد لله. ايه؟ الحمد لله. طبعا فاصور قلنا الهيومرس، الهيومرس عليها طوبتين، طوبه كبيره اسمها جريتر تيوبروز، طوبه صغيره اسمها لسر تيوبروز. واللي يهمني اكثر في الامتحان مين؟ اللسر تيوبروز. فقلت لسر تيوبروز يعني هنا مصري اسمها ايه؟ سب سكابيولاريس. تاني سب سكابيولاريس ده الاوريجن اوف سب سكابيولاريس، ده الانسرشن بتاع السب سكابيولاريس في الامتحان في الاكزام. مش مطالب انك تقول ده اوريجينال انسرشن، انت بتقول المصل بس ده بوست اوبن بس. تمام؟ يبقى العضله اللي هنا دي اسمها ايه؟ السب سكابيولاريس. بعدين العظمه تتلون لك اللور باف اوف ذا انتيريور سيرفيس لوحدها كده، تتلون من قدام النص التحتاني. العضله دي اسمها ايه؟ اسمها لا براكيلس. الاحمر ده براكيلس كله. تمام؟ دي اسمها براكيلس. بينما الدلتويد الدور يكون ده المطب ده اسمه دلتويد تيبرازي. يبقى المصل اللي هنا اسمها ايه؟ اسمها دلتويد. يبقى زي سب سكابيولاريس براكيالس دلتويد. جميل؟ دلتويد. بعد كده قلنا الجزء اللي بيجي في الامتحان، قلنا ان ما بين الطوبتين دول في جروب، قلنا الجروب ده اسمه بسيبتال جروب، فمتخطط ثلاث خطوط. ففي عضله تمسك على اللاترال ليب، عضله تمسك على الميديال ليب، وعضله تمسك فين ده؟ في الجنوب ذات نفسه. على اللاترال ليب قلنا عشان تعرف اللاترال ليب فين؟ عند القفا، قفا العظمه دي ده اللاترال ليب، بينما الجواني ده اللي هو الايه؟ الميديال ليب، وانت في نص الجروب. فقلنا لو اللاترال ليب يبقى سبتورالس ميجر، ولو ميديال ليب يبقى سيريس ميجر. ما تنساش الشفتين عليهم عضلتين ميجر، الشفتين عليهم عضلتين ميجر، لاترال الترالس ميجر، ميديال تيرس ميجر. طب وفي النص بقى في ايه؟ الديسمس قلناها فين؟ الديسمس قلناها فين برضه؟ الديسمس قلناها هنا. والديسمس قلناها فين تاني؟ في الجروف ذات نفسه. طب سؤال اخر، هنا كان في ايه؟ ديتويد. طيب هنا كان في ايه؟ ديتويد. تحت من تحت. طب هنا كان في ايه؟ الديلتويد. يبقى الديلتويد منشن 3 تايمز لغايه دلوقتي. وقلنا ان الاساس هو السبس كابيلاريس مرتين. طيب بعد كده في عندنا ايه؟ ماشي. من ورا من ورا اي حاجه تجي لك ورا تشويسز. اي حاجه تجي لك ورا تشويسز. الهيدز ايه بقى؟ عشان هي تشويسز يبقى لها 3 هيدز. اولا التشويسز هي الحته دي والحته دي. لو انا عايز اسمي العظمه، العظمه دي موجوده على العظمه لاترال ولا ميديال؟ ميديال لاترال. انا عند الاخر يبقى دي لاترال.
ما دام عند القفا ولاترال يبقى دي لاترال بند. طب اللي تحت من الناحيه دي ناحيه الراس تبقى ميديال بند. يبقى الميديال ده تحت وميديال واللاترال بند فوق وايه؟ فوق ولاترال. يبقى تاني دي اسمها ايه؟ سبسكابلاريس. دي اسمها ايه؟ كاميلاريس. بعدين قلنا لاترال ليب ميديال ليب في النص ميديال ميديال مش معنى في النص بس اسمها فلوسة. اي حاجه ورا تشويس دي ايه؟ تشويس ودي ميديال اوف تشويس. دكتور هو سامع ان يقول لحد الهيد هو لازم تقول له ايه؟ لازم تقول له من غير ما يحفظ لازم تقول ميديال هيد ولا لاترال هيد شورت هيد ولا لونج هيد لازم تقول لازم تقول هيد. طيب بعد كده جريتر كيوبرسكي عليها ثلاث وانا هقول برضه بعد كده في عضله ممكن تتخيل شويه. احنا قلنا ان هنا في الدلتويد تمام في خط بيجي هنا هو رحم على فكره بس بيجيبوه للاسف يعني العضله دي اسمها كوراكو باكياج. يعني لو هو تقول لك خط هنا في الميدل اوف ذا ميديال سيرفس يعني في نص الناحيه الجوانيه ذا ميدل اوف ذا ميديال سيرفس دي اسمها كوراكو باكياج ماشي؟ دي اسمها ايه؟ كوراكو باكياج. لكن المطب الكبير بقى لو قلنا لون كبير دي اسمها ايه؟ بيتوري. نخش بقى في الخوازيق. ايه بقى الخوازيق اللي هنا؟ الجزئين اللي انت قلت عليها اللي هو المطب ده اللي هو المنظر ده جريتر تيوبوست يعني ايه ثلاثه عواصم؟ تمام؟ بس يعني مش كتير بس يعني هو المفروض هما بيبقوا عاملين زي السي تمام؟ فوق وفي النص وتحت فوق وفي النص وتحت. فالمفروض انا اول واحده بتقابلني بعد سابس كابيلاريس كده ودي سوبرا سباينيتس بعدين في النص انفرا سباينيتس وبعدين تحت هنا بقى تيرس ماين تيرس ماين دي مين؟ سب لا انا مش هقول هنا على ايه؟ دي سابس كابيلاريس تمام؟ اهو الدم بتاعي سابس كابيلاريس اول واحده هنا يبقى سوبرا سباينيتس في النص انفرا سباينيتس انزل تحت تاني يبقى تيرس ماين. طبعا حتى رحنا يعني ما بيبقاش كده